ضمن فعاليات اليوم الوطني للمملكة المغربية في إكسبو دبي 2020، ينظم الجناح المغربي مؤتمر دولي يجمع أبرز المتحدثين المغاربة والدوليين لمناقشة التغيرات التي تطرأ على المملكة في المجال الرقمي والاقتصادي، إضافة إلى التطور التي تسعى له في المستقبل. استكمالاً لفعاليات اليوم الوطني للمملكة المغربية، أقيم في مركز تواصل الأعمال في إكسبو دبي 2020 مؤتمر دولي جمع أكثر من 10 متحدثين مغاربة ودوليين. وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية العلوي وخلال تواجدها في المؤتمر قالت إن التركيز على إعادة انتعاش الاقتصاد هو الأولوية على أجندة العام القادم 2022. كانت لنا فرصة في ندوة اقتصادية إلى جانب ناشونال داي للمملكة المغربية، نتكلموا على الأولويات اللي كيشتغل عليها المملكة المغربية والحكومة الجديدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة. اللي بغينا نركزوا عليه في المغرب أولا هو إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني بعدما عرفنا انكماش غير مسبوق في 2020، والحمد لله ملامح هذا الانعاش ظهرت من 2021، حيث سنصل اكثر من 6% من نمو الاقتصاد، اللي هي من احسن اللي نقدر نقول نسبه النمو في المنطقه. وكذلك عندنا طموح للسنوات المقبله عبر استثمارات كبيرة من الدولة، عبر دعم للمقاولات الصغرى والكبيرة، وعبر استراتيجيات قطاعية مهمة جدا في التجارة، في الاقتصاد، في الصناعة، في الفلاحة والبنية التحتية وغيرها. الأولوية الثانية وهي مهمة جدا هي تعميم الحماية الاجتماعية. ففي 2022 اكثر من 22 مغربية ومغربي غادي يستفدوا من التأمين الإجباري على الصحة. كاين كذلك ورش مهم لإصلاح قطاع الصحة من أجل خدمات في المستوى لهذه المغاربة. المجال الثالث هو من أهمهم وهو الرأسمال البشري من أجل إصلاح لقطاع التعليم وخلق فرص لإدماج الشباب في هذه العجلة ديال النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وبالطبع لتمويل كل هذا الشيء وكذلك لتطوير الاقتصاد المغربي لابد من ورش مهم آخر وهو إصلاحات كبيرة في القطاع العام على جميع أنحاء وجهات المملكة. المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان المغرب في طريق النهضة، التقاليد والطموح، ناقش التطورات الأخيرة في البلاد وكيف استطاعت المملكة تعزيز استقرارها الاقتصادي الكلي، كما وبحث في الموضوعات المركزية لتنمية المغرب.